حال الدنيا في اللي مظنون أم ورجال تربي الأجيال بالتربية واللي مضمون دوام الحال من المحال والحق تعلى الأخو تحرام من عز ذي الدنيا والمال ولكلام لا حد ولكلام ويقد فارق لك عيال ولكلام لا حد ولكلام ويقد فارق لك عيال حال الدنيا في اللي مظنون أم رجال تربي الأجيال بالتربية واللي مضمون دوام الحال من المحال أم رجال تخمم في الهم في الواقع ما هو في الخيال وتربي زاد على الحيكم وعنا سيلة الأرحام أفعال وتربي زاد على الحيكم وعنا صيلة الأرحام أفعال حال الدنيا في اللي مظنون أم رجال تربي الأجيال بالتربية واللي مضمون دوام الحال بالمحال صباح الخير يا ودي. صباح الخير امو. شحالك؟ اش كيفك؟ الحمد لله. اش كيف داتك؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. بويا ما فيهش نوم؟ بوك الليل كامل ما يرقد. ماريوك ما وجعش؟ يسمح لنا منه؟ مشاكل الشغل وزاقاي جداتك اجتمعوا عليه؟ اي غير يمو. الشغل انا هنيته منها. وانا قاع زين عندي يمشي يحكم نهارات يستراح فيه. اصل لي يحكم بلا جميلو. هما المناسبة تختك ما تلالا شيء. شنو؟ عطيته هالو جداتك هي عدت كل شيء طمع لينا قاع الليل قبيله كل شيء علم بالاخبار يم هو دارك محمود يظل حد يتناسب معاه ما فات قاع حم بلده في الشغله وعاطين اختي وسكينة اش قالت سكينة اش اللي تقول هو ابوها ما قد يتكلم تتكلم هي حول ولا قوه الا بالله هذا ما راهو ياسر من الظلم هذا قاعد يتحكم في مصير واحدين ثانيين هذا راهو الظلم يم اللي بيشير ده ما يقدرك فيه وما تم تطرح راسك دي المشاكل يدرك المناسبة اللي تخلق حق وما أنا من عد مناسبة واحدة هذا شنو؟ موشي موشي أنا يمشي بطيت سلم سلم يلا لا لا يا كرفت لي هذاك المهم بيا هذا الكاميرا وفي الدار هي او انا ما عيني ما يرفدهم معايا وما عيني شاركتك هذا الكاميرا وفي الدار هي رفدني في لباسك تعرف انا يسالك والله ماني ساخيه بداري ايه لا الزمن كامل ماك ساخية في دارك من عند لينا حرمة ماك ساخية بيها سألك احنا ما خطينا في الدار القليل يا غريب بعد راني بعد نهتم نجي لولدي مرة مرة ولا يجي وكون أركب أركبي فضحة وشي نحن في السلم على جاراتي شكلها وقتهم تجيب سيف لها واركبي يراك بزيد لي ترجعون ايه ما بشير
سندي طرحك راعك شويه مزري عنك هذا يا ويلي بعدين نسيت نسيت يا ويلي نسيت البركة والله اللي بعدين نسيته يا هذا شو نسيت بركتي صورت ابويا والله يرحمه الله يا بسم الله توكلنا على الله بسم الله توكلنا على الله يا ولي لي هذا بسم الله قد تسمعني اللي يا بسم الله الرحمن الرحيم يا بسم الله الرحمن الرحيم الحاج أنا رأي واحد في مناسبة السلعة أخبارها ضرك وأنا ماني في شركة شوف الله يطول عمرك الحاج خلي أخبار السلعة هذه خليها بيني أنا وأنت الله يطول عمرك ما يدخل فيها أحد الله يطول عمرك صافي إن شاء الله إن شاء الله والنبيك يا مرحبا وسا صافي لا من هون أسبوع إن شاء الله ولين عدوة وذا طفى علي يا رجل حتى عربتوا المناسبة ما يرقد قوم راه امك تحانك لتحت راه من الفجر هو واعية يا عباد الله يا عباد الله هذا راه ما هو وقت المناسبة راه ما هو وقت المناسبة يا عباد الله والله انا كذبت المامون البكي ورا المية خسارة قوم شوف شلي يتعدل كل هاي عدد ذاك اللي عليه المامون بعد ما عنده درهم واحد والله الصمش يقولها لامك لا تفضحنا يا راجل مع الناس كون خليها على مولا نوتو لقى ما سولت يذي الطفلة من اللي تسكن شلاه تشرب شلاه توكل او امشي الصص اول واعرف من اللي تطرح منتك عندنا من الطفيلات لا واحدة يا المامون ما هم ثنتين السلام عليكم وعليكم السلام انت من انقيش؟ المشرف تسولني انا من انقيش انت مالك عارف معاك تتكلم والله بعد يا وبعد من طريق هاي الشركه راهي محترمه راه ما ولاني شي يجي يدخلها واعرف معاك تتكلم وبعد من طريق خير فيك ومالك ليش تدخل اي قاعد وحده ثانيه السلام عليكم وعليكم السلام تخبارك ما لك ما كان رئيس الدفة سابق تدخل البشير تكبرت تبارك الله وعدت مدير تمنو معناك لا تعرفني ولانك لا توعى علي بي اللي يعدي بك صغير مرقم بيروي بيروك ياك ما جددت عنك عدت مدير حق حق اسمعش لي نقول لك عندك كلمة بثنتين تمرق من البيرو زينة وموك مالك لي تمرق يعيط لك البوليس البوليس قال لك البوليس عيط البوليس ما عندك مشكل وانا مولي راني نحاني مهول ماني حارك وعند منين يجوا لي نقول لهم طبعا عندي نسال فضلتي ذي الشركة انت تسال فضل دي الشركة اكيد نسالهم حق عندك سوى المدير اللي كان سابقك حاج اللي عنه واسمه 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 المامون حق بعد المامون عندك دليل يثبت عنك تسال دي الشركة عندي بعد اكيد عندي ولاني اللي ظهروا لين يجي البوليس مالو بوي جا واحد هون قال عنه يسأل فضل الشريك تعرف رايلة
المامون يا مرحبا. شوف اللي قال لك عني لين احرك من هون كذب عليك، اذا ما اديت فرصتي كامله مولي. شوف شوف الله يربحك، انا راني صبرت بما فيه الكفايه، فرصتي ورقه على اختها وعينيك يحرقوك. السلعه ايوه زين زين، ما عندك مشكل. هو قولها له، قولها للمدير الجديد. الو اوكي. كم اللي يخصك من السلعه؟ او غريك تكلمت كيف انك عدت مدير حق حق لا يخصوني طنين ويعود امو اللي من الحوت الحر. موي موي رعاني يا محمود رعاني. مرحبا. شنفت في الباس يا خير؟ ان شاء الله تبارك الله الحمد لله. او شنفت عندك الدهر زينة ما شاء الله متسع أصل الصحة وتستاهل وحدة أكبر منها، غير كيف تعرف يا مويمتي كيف إني اشتغلت. حيسولك محمود تم ما تسكن في الدار خير بعد فيك وسط الدشرة وقريبة من الشغلة. أمال هالدار القديمة الحمد لله كبرنا فيها وربينا فيها 20 عام ولا خسر علينا شيء. يا خي عمك المامون اللي يقبل على من تسكن في ذيك الدار؟ وعلاه ما يقبل؟ هو عارف على اني انا كبرت بكراب السردين المخنز وبويا ما عنده شيء وانا ما عندي شيء. محمود تناوى على شيء تناوى عليه يقولوا لي والله ما يمر من فمي. امي الفقر ما قد كان عيب، غير العيب الكبير هو المحقرانيه، وانا ندور عمي يعرف شوي منها ويحس بالناس. محمود بعد لك من مشاكل سمعت انت في غنى عنها، اديها في مستقبلك ومستقبل عيالك. إن شاء الله يا مويمتي أنا ندور راحتكم ورضاتك علي يا مويمتي. والله يرضى عليك يا ولدي إن شاء الله يسهل أمورك. إيوة والغدا ما هو خالق يعني وجدت لك تدخل استراح؟ لا صح أنا وجدت لك شي زين يرضى الله يلا طول عمرك إن شاء الله. شوفي زمي عندك أهل مبارك كبيرهم وصغيرهم. إيه زمي أهل سليمة هم اللي كبيرهم وصغيرهم. أيوة. ودار أهل محمد هم اللي كبيرهم وصغيرهم. وأهل البلادية كاملين. إيه. ذي أسري عمتي. إيه أنت مالك طارحة شي من لبنتك. النحير موجودات والخير ياسر. يا غير الفيلا صغيرة. لا بد لكم من قاعة. ذاك ما يخمك لين مشي انا والمامون نخرصوا القاعه. سمعتي قاعه مولي تعود كبيره وزينه، انت يا ليل تنسي اهلك كلهم يجوا. والله ان شاء الله الا رادهم ولا انا لين نقولها لهم. ياك ما نسينا حد ثاني. وانا اعرف الصوت. وعليكم السلام. في ياسم الخير الحمد لله. وصيتوا بعض؟ ايه ندور قاع 3 ولا 4 لعاب. هي مالها لا مناسبة اولادي واغلى عليا مناش. شوف اعطيني الله يرحم والديك شي زين، ما عندوش شي يفضحني مع الناس. ان شاء الله مرحبا مرحبا مونتك في يد مولاه. ياك ما سينا حد ثاني مولاي. يا ويلي قومي قومي كلمي لي ماما قوم. سكينة أنا من الصبح الأول اللي كنتي هون، أنت مالك تبكي؟ ما مشي يا الله أنا الطفيلات كيف تكياتهم يفرحوا ما يبكوا؟ نفرح يا ماما إلى عذا كامل معد بالمخلاقك أنت وبويا.
ايواني راهو معدل بخلاك جداتك ومساله ثانيه انت ما نقيسه دار البراني راهو لا ولد عمك يا الصوبع اللي تخلي عليا دخله غير شلين عاد انا يا ماما لا يتسمى نجيك كل نهار انت ياك لي تسمي تجيني ايواني نجيك ونجيك بعد انا عندي ناس وكاينه وحده يا ويلي ما توكي ما توكي ما فايزدك يلا اضحكي اضحكي وفرحي وني بيك ما تكشري جداتي مسكينه ما كانت باغيتك تمشي والله مسكينه من الصبح هي تحسب رجلي خايفه لعل تنسى حد مسكينه يسمح لنا منها فراسك عني قلت لي نتكلم مع امي قلت لي نقول لها نعدل مناسبتين في واحد ما فهمت يا ويلي ما فهمتي تفضل هضر لك واضح انا قلت لي نقول لها عن تمرك سكينه وتدخلي انت ولا ما قلتها لها ايوا شفت لو كنت قلتها لها لا تقولي مالك عجلت وانا قلت لي نشتور معاك انت تعرفي الحمد لله عني الشغلت وفضت واهلي امي اللي لاقوا بابا بيديهم سنين اش ظهر لك نقولها لهم ايوا اللي فيه الخير انا ما عندي مشكله أخويا من الأول إن شاء الله بيكون لنا خير إن شاء الله مي هاك هذه راهي فاضت محاير سمعت وعلي القيس الراجل مشي خرس خرس ويا كان يعطيك شي فايته لا تفضحني قدام الناس ومي محمود وبوه ما ملي يعطوش حتى هما اولين تعطي انت هو ذا الحيوان كامل من ما ولا لك انت واخوك وامي انا راه كلامك فوق راسي يا غالا انا راه عندي شروط شروط شنو يمولي انت نعرف منين اللي تسكن منتك راهي اللي تسكن لا منين تسكن واهله وهذه راهي فضاحه عليك وما اللي سمعت عنه شرى دار كبيرة واسعة ومفرشة وانا مشي نشوفها هذاك ما يعنيك؟ ذاك يعنيني انا وانا اللي مشي نخرص امي انا راهي منتي ما ندورها تتكركر شنو؟ قوم قاعد ترقد؟ راني نسيت شوف مشيت خرصني القاعة مازال يا واش تحاني؟ ذي الوقت ما يمحاني احد؟ امي الله يهديك الله يهديك خلينا شوي من الوقت نطرح ونعرفوا شلاه نعدلوا شهر والله اثنين شوف انا غدا تجيب لي اخبار المحير وتمشي للقاعه وتصورها وتجيب لي تصاورها سمعت راني خليتك على خير عجب القاعه عجب المحير شكرا سالك ما قلت له شيء للدشر الناس اللي نجيب لهم لا ذاك جبت لك نسينها الاول لا اللي جبت لي لا يعمل ان شاء الله مجي اللي يقول عليا ان لله تكلمي مع محمود شوف ايش غالو انا راني مهنيكم من حيره لا تجيب من حيره ايه من حيره هم ولو محمود ود سالك لو عدلوا لا شيء صالح شيء زين وانا ام اللي يسلم لي نهنيكم شيء كامل يمشي في دفوع شيء زين لو قلت انا غدا نقيس المامون نتكلم معاه في الاخبار لو قاعدين نتكلم معاك هما قاع مو راضيين بولدنا هو زاد احنا راضيين بولدنا الحمد لله شغال له صبي صبي لك كاسه طرحين العشاء راه عاد الوقت هو محمود مو بيتهم محمود عاد بدار ليش بيتهم والله يسهل عليه ان شاء الله امين
بويا. مرحبا ولدي. مساء الخير. لاباس؟ شحالك لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. يا مرحبا وسهلا. جابك مولانا. قل لي هذا الحاج اخباره شني؟ وهي الفضل اللي سال الشركه اخباره شني؟ ديك اخبار طويله ولدي، نزلت ردت عليك. يا غالي يا بويا، هذا الراجل راه يبان شاك قابض شي متين. عطيته بعد ديك السلعه اللي دار؟ عطيتها له. يا غالي راه ينقصها من سلعته على قدير. علاه ولدي؟ انا مالي وصيتك عن سلعته قدير ما تمسها. هما يعرفوهم الرجال. راهم الا اتصلوا بها وقالوا لها عنها السلعه ناقصه. شين عدو احنا دار؟ بويا طرح راسك بلدي. منين اللي صنع لنا طنين؟ سلعتها قادير جبار سقلعت منها طنين راهي نفرج مولانا نشوف لها حل. منسوخ. بويا انا ولدك واللي ثقال عليك انت خفاف عليا انا. رد عليا اخبار وشن هي كاين نعاونك. نزلت رد عليك الاخبار. هاو ذي الايامات تعرف واحد الاف مناسبه وراسي ملان. نزلت رد عليك الاخبار. إن شاء الله. تصبح على خير. تصبح على خير بوي. سكينة. قومي راني نقول للرباب تمشي معاك للسوق، خاصي شو الدور ايش خاصك؟ لا خلوني عنكم يا والدتي، ما ندورش. ما دورش ايش نهي؟ انت تحاني محمود يشري لك شيء، هو يبان ما عنده شيء. انا يا والدتي ما بيا محمود عنده ولا ما عنده، انا اللي هامني يا كانكم نتوما راضيين على هذا اللي لا يتعدلوا. حنا راضيين وراضيين الحمد لله، وانت ما تعرفي الخير منين؟ وحسن تكرهوا شيئا وهو خير لكم؟ قومي يا منتي قومي اشتمري وعيطي للرباب تمشي معاك للسوق، راهو بوك عطاني الفضل. اي ولا حاليا نوفي هذا الشيء بين يدي ونقيم. السلام عليكم. السلام والنبي. تواتي شحالكم؟ لاباس الحمد لله. بخير؟ لا خير. سكينة اش كيفك؟ لاباس الحمد لله. امي نضل نتكلم معاك شي. ايوا تفضلي امي قلتي. شو الدور الله يسمحنا اخبار الخير؟ لا الخير ان شاء الله. انت امي تعرفي عني اشتغلت الحمد لله. الحمد لله. وقت نخلص. الحمد لله. او انا خممت خميمه وقلت نقولها لك. شنو؟ احنا عندنا مناسبه. اما انا من عند حتى انا مناسبتي وتعود مناسبه واحده. ايوا هذا زين يا ولدي، انا ندعي لك الله الخير. يا غير لا ولد لك تشتور مع جداتك. انت امي لا تشتوري مع ابوي. وقولي ايش قال لك. انا زين عندي حد يجي يعمر علي بلاد اختك؟ ان شاء الله. اللي نجيب لك انا اللي يعمر عليك. ياك ما هو بعيد حد منا. هو ما هو بعيد له قريب. يا ويلي بشير، هذه الرواية شنهي؟ هي من هي؟ الرباب. شنو؟ سكن يا ولدي سكن. هذا لاش؟ ايه مناسبة ولدك يبغي يشتري شيء. يا غالي الحمد لله، انا ولدي الحمد لله ما قالو شيء ولا غالنا خير الحمد لله. انتظرك لي تنعت لي انا. سكن الفضه ديرها تحت باطك ورجلي لا يجي. الله يطول عمرك ويجازيك. طول عمرك سهل. غرا انا المامونه ما تكلمت معاه ولا شفتو؟ المامونه مالو مشى شهر نحير وانا تكلمت في بلدك انت. الحمد لله انت وخوك السياني. والله لا السياني والله. يا راه تعرفي سكين راهي منتو هو ومحمود راه ودي انا.
اها وانا شنعود لكم؟ انت الدنيا كامله؟ انت شنو تعودي؟ انت الدنيا كامله، انت لا عايش الا ببركتك انت. يا غير الله عنه. يا غير شنو؟ تتكلم معاه، والله هو يتكلم معك، انا ذاك ما يعنيني. انا المهم عندي المناسبه تنقال وسط جماعه عنها وعدلت مناسبه زينه. وليت وعدل زينه. وليت تخطى زينه. ما حد باركتك انت معانا والله يجزينا الرجال دار خير ان شاء الله ولا يخمك قاعد قاع. ايوه ان شاء الله. حال الدنيا في اللي مظنون أم رجال تربي الأجيال بالتربية واللي مضمون دوام الحال من المحال. حال الدنيا في اللي مظنون أم رجال تربي الأجيال بالتربية واللي مضمون دوام الحال من المحال. والحقد على الأخ وتحرام من عز ذي الدنيا والمال. والحقد على الأخ وتحرام من عز ذي الدنيا والمال. والكلام لا حد والكلام ويقدي فارق لك أيام. والكلام لا حد والكلام ويقدي فارق لك أيام. حال الدنيا في اللي مظنون أم رجال تربي الأجيال بالتربية واللي مضمون دوام الحال من المحال. حال الدنيا في اللي مظنون أم رجال تربي الأجيال بالتربية واللي مضمون دوام الحال من المحال. الواقع ما هو في الخيال أم رجال تخمم في الهم في الواقع ما هو في الخيال. وتربي زاد على الحيكم وعلى صيلة الأرحام فعال. وتربي زاد على الحيكم وعلى صيلة الأرحام فعال. حال الدنيا في اللي مظنون أم رجال تربي الأجيال بالتربية واللي مضمون دوام الحال من المحال. حال الدنيا في اللي مظنون أم رجال تربي الأجيال بالتربية واللي مضمون دوام الحال من المحال.